ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبدروف، فيديو جديد. فيديو النهارده ارسنك دراما ومعاه رعب. اوكي، انا فاكر كان حد قبل كده شبهني برع، وكنت افتكرت ان هو يعني ايه رع اللي هو بتاع. ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبدروف، فيديو جديد. فيديو النهارده ارسنك دراما رع مع رع اخيرا. اوكي، انا مش فاكر انا اذا كنت عملت الرع قبل كده ولا لا، بس في ناس قالت لي ان انا ما عملتش. الوحيد اللي ما عملتلوش لحد دلوقتي هو رع. اوكي، ابو الانوار، عشان الناس بتبعت لي برضو اعمل عن ابو الانوار. انا ابو الانوار عملت له فيديوهين. اوكي، كنت عملت له 3 فيديوهات، وعملت اديت لفيديوهين وحاولت انزله، حصل لي بلوك حاجه زي كده. ما علينا، ابو الانوار مش عارف انزله، وليلويزي حاجه زي كده برضو مش عارف انزله، لان حاولت كذا مره برضو اكتر من مره زي ابو الانوار. اوكي، في ناس ما بعرفش انزل لها خالص، الشركه اللي هم تبعهم. اوكي، ما اعرفش ليه. فطبعا الرياكترز التانيين بيعملوا رياكت عن طريق السماعات بتاعه اللابتوب. اوكي، انا مش عايز اعمل كده. اوكي، لان انا في حاجات بركز اغلب الوقت على البيت، اللي هو لما حتى هتلاقوني ان انا بقول للناس مثلا بصوا الحته دي مثلا، اسمعوا البيز ده، فلازم الناس تسمع زي ما انا بسمع. اوكي، يعني يسمعوا البيز صح. اوكي، الرياكترز التانيين بيعملوا رياكت على الكلام اغلبهم. اوكي، فكل رياكتر ليه اسلوبه لطريقته معينه. اوكي، عارف ان الراب لازم تركز في الكلام، بس انا واحد من الناس في كلمه دايما بقولها، لو الأغنية كلامها حلو والبيت الموجود مش حلو، أوكي، عمري ما هسمعها ومحدش هيسمعها بالعقل. أوكي، لازم يكون بيت حلو عشان تقدر تسمعها. يعني أنا ممكن أسمع أغنية ملهاش أي 30 علاقة بالحياة خالص، أوكي، ملهاش 30 علاقة بأي غنى موجودة على وجه الأرض، بس البيت بتاعها حلو تخليك إنها تسمعها، فاهم؟ اللي هو أوكي الأغنية حلوة، فاهم؟ غير لما أغنية كلامها مفيد جدا، اوكي، هتسمعها مرة بعد كده شكرا، مش عايز تسمعها تاني، لان خلاص انت عرفت هو عايز يقول ايه وخلاص، شكرا على كده، مش هتسمعها مرة واثنين وثلاثة. انا بصراحة مش عارف اذا كانت الناس هتفهم انا عايز اقول ايه. اوكي، فانا بركز على البيت اكتر حاجة. اوكي، ما علينا، خلينا نشوف الأغنية دي بتتكلم عن ايه، عشان طولت عليكم كتير فشخ، انا اسف. يلا نخش على الأغنية، يلا ليتس جو. دراما الراب ما بتنفعش بنكله بعد وقت بتقدم وديتها اوكي. دراما الراب ما بتنفعش بنكله بعد وقت بتقدم وديتها بون. اللقطه انك ما ينفعش تبدا لو مش اعلى منك لتبني لها حوار. النص عله لو مالكش كلمه وش الوش نردمها او نقلب. انا بحب ارسنك لحاجه، لان في واحد اسمه ان اف كنت اتكلمت عليه قبل كده برضو لما عملت رياكت على ارسنك قبل كده. ان اف فبحس ان ارسنك انف بس على 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 مصري او على عربي، لو حد عارف انف. اوكي، ان اند اف. اوكي، او ان اف. اوكي، اكتبوا ان اف هتلاقوا الشخص اللي انا بتكلم عليه. اوكي، اغانيه حلوه، انا بتعجبني. اوكي، فانا بحس ان هو يعني هو مش بي انا ما بقولش ان هو بيقلده. اوكي، عشان الناس تقول ان هو ما بيقلدش. اوكي، ممكن يكون اصلا ما يعرفش انف، بس صعب قوي ان هو ما يكونش يعرف انف. اوكي، صعب بالنسبه للرابرز. اوكي، ما علينا، بس انا بحس ان هو يعني نسخه تانية، فعشان كده انا بحب ارسنك. مش عارف، انا ما علينا، خلينا نكمل. بحطهم فانت استخلق تقرب جوه النعش تحضر اللي تشوفها غالي في عيني مقمطرهم دول انا امر رقدهم في الكومه عين ما بتخسرش مفيش وقت عشان نقف مآمن بنفسه وخلي لك الصدف شغلتنا نقلبها ونحول الجمل مفيش شك ان احسن نبقى ارجع للحقن وارقيدها تتمد انت اخترت انك تقع دماغ دي بتسيح بس تتسوى بالامم دي الفجر بركان تغرقكم في الحمم بجروب بنقتلها في لقطتها الهندله غير ما انت تتوقع ما تتحدانيش في اللي املكه لو مين هنهلكه في الليسته تتقدر عليك زولك. البيت اللي موجود من احسن البيتات سمعتها في الارسنال بصراحه. انا مستني رع تيجي تقول له طب ابلع بسرعه قبل ما وشك يتقطع. بصراحه يعني انا مستني رع لان عايز اسمعه، عايز اعرف اذا كنت انا سمعته قبل كده ولا لا. يعني انا كل ده مستني، فاهم؟ اللي هو مفكوش حد سيلك ما انتوش رع وسينك لو بتفهم هتتقطع ما انتوش رع وسينك. اوكي، اسمع ليه قبل ما وشك. هو قال بيقول على نفسه سينك، هو انا ممكن اقول عليه سينك مش ارسنك. وشك يتقطع مفكوش حد سيلك ما انتوش رع وسينك لو بتفهم.
عشان ال الوزن. اوكي طماطم تصدر اسماعيلاوي عقليا انتحاري حرفيا اسماعيلاوي. هو من اسماعيليه. كان حد قال لي الرابرز اسامي الرابرز وهما منين، واحد مش عارف مين من القاهره ومين من اسكندريه، بس انا نسيت. اوكي ومش فاكر اني فيديو اللي الناس كتبت لي لاني كنت طلبت قبل كده. اوكي فعم اعتقد ان هو اسماعيلاوي، ده المفروض افهمه صح. انا مركز في الكلام دلوقتي، ها واخدين بالكو؟ ها كان قدامي بنيه سحلاني معليه في دماغي والغيه اجباري لو هي جايباني كل اللي عامله على الميه ده العادي ليه اللي شفته من ناحيه الناحيه دي بيحفى على النضه والشنطه مدوسه ما تشوفها تتمنى ما تقرب نهائي اللي تبقى مزيكا بتكرر مين يعيش فيها والباقي متصنم كل المجال ده في دقيقه يتفور لحظه ما نجيها اجباري بتحرص مفيش رهينه تتجرأ ترزينا تتفرج بسيطه عمياني بنتصرف بطاقه كفيله توصل لك حريقه بسيطه لسان الكوب القلب بيفرق. اه الحته دي اوه واو دقيقه يتفور لحظه ما نجيها اجباري بتحرص مفيش رهينه تتجرأ ترزينا تتفرج بسيطه عمياني بنتصرف بطاقه كفيله توصل لك حريقه بسيطه لسان الكوب القلب بيفرق. واو انا بحب انا اللي هو تحس ان هو ايه، انا هشبهها بواحد عارف انت اللي هو بيمشي ويبتدي فاهم يجري يجري. انا بحب انا الستايل ده حتى في الانجليش اللي هو يتكلم تحس ان هو بيتكلم هادي وبعد كده فاهم. بحب انا اوكي اللي بنتصرف انا عايدها لتالت مره طاقه كفيله توصل لك حريقه بسيطه لسان الكوب القلب بيفرق. اخبس الهادي في قاره كل يوطي وقت ما سلاحي يتعمر او الاوائل كنت تاني مكرر بشمش بعتمد اسامي في مكرر. ده ارسنك اللي بيغني التاني؟ ما اعتقدش التاني. التاني رائع بطاقة كفيلة توصل لك الصوت مختلف. ها؟ حريقة بسيطة لسان الكوب القلب بيفرق. اخبس الهادي في قاره كل يوطي وقت. ده ارسنك، انا عارف صوت ارسنك. اوكي سمعته تقريبا اكتر من مرتين تلات حاجه زي كده مش فاكر. فانا عارف صوت ارسنك الاولاني ده ما كانش ارسنك. ابو عرفوني اوكي عشان يبقى انا تقريبا لسه ما اعرفش صوت ارسنك تقريبا. بس الصوت ده ارسنك، التاني مش نفس الصوت. تم سلاحي يتعمر او الاوائل كنت تاني مكرر بشمش بعتمد اسامي في مقارنه من تاني بكرر مش عاوز اكل لحم حد فيكو ولا لساني يتظفر بلاش حد يقرب بلاش تخلي يعني انتوا لحمكوا زفر. اخ قصنا من تاني بكرر مش عاوز اكل لحم حد فيكو ولا لساني يتظفر بلاش حد يقرب بلاش تخلوني ينهي المشهد ده بصوت اهالي بتصرخ اخويا ما تخلونيش. اوكي ولا لساني يتظفر بلاش حد يقرب بلاش تخلوني ينهي المشهد ده بصوت اهالي بتصرخ سفاح المعادي. اخويا نور زي لو حد فاكر سفاح المعادي تالي بيشرف حب قلبك زعلت جيبها لي وهتصرف فاكيد حاسس بمسؤوليه ابويه تعرف انا اتسميت دادي كم مره طب تعرف الرد. انتوا عارفين دادي دادي مين اللي بيقولوها بالظبط؟ اوكي اللي في بالي صح. اوكي ماشي اوكي تجيبها لي وهتصرف فاكيد حاسس بمسؤولية بتصرخ اخويا نور زي الدالي بيشرف حب قلبك زعلت جيبها لي وهتصرف فاكيد حاسس بمسؤولية ابوية تعرف انا اتسميت دادي كم مرة طب تعرف فرطت في ولادي كم مرة ما كانش مصيرهم في ولادي كم مرة؟ انا دماغي مش هتروح شمال اوكي؟ لان هو بيقول اولادي ممكن يكون قصده على حاجة على الرابرز التانيين ممكن يكون قصده كده جاري لا حرص دول كبروا بقوا رابرز قد الدنيا دي انا اتكلمت تو سول فعلا يعني عارف انت لما بتتكلم وبعد كده الاجابه بتجي لك بعدها على طول اللي هو اصبر اسمع. بس انا عندي عاده كده اللي هو لازم اوقف اتكلم اسمع حاجه اوقف واتكلم فاهم عشان انا بنسى. اوكي انا صاحب مرض عندي زهايمر اوكي حتى بتكلم غلط اصلا. اعرف فرطت في ولادي كم مره ما كانش مصيرهم مجاري لا حرص دول كبروا بقوا ما كانش مصيرهم مجاري يبقى التفكير اللي هو كان الشمال في الاول وبعد كده بقى رابرز المفروض. واو او رابرز دي كم مره طب تعرف فرطت في ولادي كم مره ما كانش مصيرهم مجاري لا حرص المجاري كبروا بقوا رابرز قد الدنيا دي واكلين الجو السنه دي ما شاء الله هلا 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 تيكي تاكا 1 2 مش كوره زميلي لا ده كونغ فو ديكتاتور على البيت زي جونج اون بيدرسوني الدحيح هذا الغندور زي واكا فلاكا ام ذا ماذر فاكر يو هير شوتس ان بلاكرز وانا كوم ثرو سيب خصومي الغلابه يشوفوني على الشاشه انا مش بشوفهم غير من جون سكول فينومينا الامان نظام الصف انت واللي جنبك كله كما كان النرد اللي بينتقد ده دي نومه في سنه كام حد يقول له ربنا يكون في عون الجبل. انا هو درعه
والاولاني كان راع وبعد كده ارسنك وبعد كده راع وبعد كده ارسنك. بس ازاي فيتشرينج هو اللي يغني الاول بعد كده ارسنك؟ المفروض ابو فهموني، هو ينفع فعلا؟ اوكي، هو الفيتشرينج المفروض ان هو بعد، المفروض بيبقى هو التاني، المفروض صح ولا هو مش مفروض؟ انا فاهم غلط ولا في؟ ابعرفوني من انهي دقيقه لانهي دقيقه ارسنالكم، من انهي دقيقه لانهي دقيقه راع. اوكي، لان انا حاسس ان هما نفس الصوت، متشابهين فشخ. روسي بخصومي الغلابه يشوفون، يعني ده ارسنك المفروض يا عشاش، انا مش بشوفهم غير مكدون سكول فينومن. انا مان نظام الصف ده المفروض راع لو انا صح. اوكي عرفوني، اكتبوا لي صح بس. اوكي، ما مش عايز اتعب حد. اوكي اكتبوا لي صح ان انا صح. اوكي كده هفهم ان انا فهمت صح. اوكي بس كده. انت واللي جنبك كله كما كان، النرد اللي بينتقد ده نومه في سنه كام؟ حد يقول له ربنا يكون صوته ارسنك ولا هو ارسن؟ انا مش فاهم هو بجد. انا بجد انا في ايرور في دماغي دلوقتي، عارف انت لو تن 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 هتظهر لكم دلوقتي. اوكي بس كده. ده اللي بيحصل لي دلوقتي. بلاء ولا روبن ولا بات ولا ستوريز ولا كات، هو من ده مجال كتب قصص كوميك ولا راب، ده بيان رشحوا لنا جائزة نوبل سلكان، ده مش تراك، ده نموذج بيولوجيكال اتاك. ليه متعالي عليا انا طيب يعني؟ لا يا عمرو، انت اللي قاعد تحت. مش متعالي عليك والله. قاعد تحت فين؟ مش فاهم. معرفش، ادام شايفني انا متعالي ده انت اللي قاعد تحت. لو انت شايفني متعالي فانت اللي قاعد تحت. واو، الرد جامد فشخ، رد جامد فشخ. خلاص كده اوكي، انا اغنية عجباني. اوكي انا عجبني طريقتهم الاتنين عاملين. واو، انا على فكرة انا في الاول انا قلت ارسنك في حاجة الامريكان او الانجليز عامة بيقولوها، ان يعني في الغنى ممكن حد هو اللي يحلل بمعناها، يعني ان هو اللي يلحق التاني، فاهم؟ او مش عارف بيسموها، يعني اقولها لكم ازاي، يعني في غنى ممكن حد اغنية ممكن يبوظ الاغنية. اوكي، وفي حد تاني ممكن المغني ده يبقى اسلوبه مش حلو، بس التاني ده يحلل الاغنية فيرفعه معاه، اللي هو ينقذه، يعني ده المعنى. اوكي بس الاثنين ما شاء الله، يعني انا مش حاسس ان حد شايل التاني، فاهم؟ انا حاسس الاثنين اللي هم طالعين مع بعض اللي هو قشطه، فاهم؟ انا حتى اللي هو مش عارف افرق ما بينهم، اللي هم مين ارسنك ومين راع، اللي هو فاهم، والاثنين جامدين فشخ، اللي هو واو. انا ما كنتش متخيل بصراحه الاغنيه تبقى حلوه بصراحه. انا بعملها اللي هو انا هبدا بيها عشان هيبقى فيها ارسنك وراع، انا ما اعرفش اسلوبها هيبقى عامل ازاي، فاللي هو اسمع راع فاهم، وفي نفس الوقت عندي فضول. كنت عارف ان اغنيه حلوه، لو كنت اعرف ان هي هتبقى حلوه كنت عملتها اخر اغنيه. اوكي ف واو، اوكي اغنيه حلوه. اوكي وبشكر الناس اللي قالت لي على الاغنيه دي. ارسنك كان لحد دلوقتي مفيش اغنيه دي سمعتها له مش وحش، يعني وحشه. اوكي مفيش اغنيه دي وحشه، انا عشان مش سامع فالتركيز عندي بيبقى مش عارف اسمع انا بقول ايه. اوكي او مش سامع انا بقول ايه، انا حتى الكلام بتلخبط فيه. نهار ابيض، ما علينا، عشان اخلص عليكم، عشان اخلصكم من ام الفيديو ده، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، ويلا تشوس.